بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده يا رب تعجبكم. معانا سبب مهم جدا النهارده لنقصان زيت المحرك. النقصان ما بيبقاش كتير، بس على فترات بتنقص السياره بمعدل كبير على فترات معينه. سبب المشكله ديت ان انا بشغل المحرك في فصل الشتاء بدون تشغيل المحرك ليصل للدرجة المطلوبة، يعني بمشي بالمحرك وهو بارد. السبب الثاني والمهم جدا حدوث خلل في دائرة التبريد، مشكلة في الليات، في الأهواز، في بلف الحرارة، في السيرموستات، ترتفع درجة حرارة المحرك ويتلف الجزء المهم اللي هنتكلم عليه النهاردة. في علامات معينة بتظهر لي في المحرك أعرف من خلالها أن الجزء اللي هنتكلم عليه النهاردة فيه مشكلة أو تالف ويسبب فقدان الزيت. نروح مع بعض نفك الجزء ده من المحرك ونشوف المشكلة وأسبابها وإيه العلامات اللي من خلالها أقدر أتعرف على النقص ده، وننتقل للجانب العملي بعد الفاصل. هنبدأ نشوف مع بعض السبب المهم ده، وهو جلد البلوف. البلوف زي ما حضراتكم شايفين كده، ده مكانها في المحرك، بيبقى جوان وش السلندر أو وجه الراس بين الجزء العلوي او راس المحرك وبين الجزء الاساسي الخاص بالسلندر وغرف الاحتراق زي ما حضراتكم شايفين كده. فزي ما قلنا في حلقات قبل كده، جوان وش السلندر بيتلف ايضا من ارتفاع درجة الحرارة، وهنا بيعمل هو جوان وش السلندر لانه ما يقدرش يعمل المحرك كله سوليد. ليه ما يقدرش يعمله كله سوليد او قطعة واحدة؟ اول شيء بيعمل المعدن ده من سبائك. السبائك دي لها تعامل خاص مع درجات الحرارة عشان تبرد بالمية. ونلاحظ ان جوان وش السلندر بيمر فيه حاجتين مهمين جدا، بيمر فيه المية، ومن هنا نعرف ان المية المستخدمة في التبريد ليست المية الاصلية بتاعت السيارة، وبيمر ايضا في الزيت. فاذا انا عندي في الجوان ده بيمر المية والزيت عشان عملية التبريد، فلما بترتفع درجة الحرارة اول شيء بيتلف هو جوان وش السلندر، والبلوف كمان بتتأثر. طيب البلوف اللي موجوده دي عندي بلفين للهواء وعندي بلفين للاكزوست العادم. لما جلد البلوف اللي هنتكلم عنها النهارده، هنفك البلوف مع بعض الاول. هنبدا نشوف في البدايه البلوف بتتفك ازاي. بيبقى في اداه لها ذراع كده زي هاند، وفي جزء زايد بضغط عليه كده بالشكل ده، وببدا اشيل التيله اللي موجوده اللي ماسكه السبرنج. زي هنا كده لو شفنا، هنلاقي هنا لو شلنا الساند ده ونعتذر عشان الزيت اللي لسه في المحرك لسه هنغسله، هنا هنلاقي التيله اهي. بضغط بالذراع بالشكل ده كده، وببدا اضغط على السبرينج واشيل التيله. طبعا احنا هنا شلنا التيله، فهنبدا نفكها. هي عباره عن 4 سبرينج. واول ما هنشيل السبرنج هنلاقي جلد البلوف اهي زي ما حضراتكم شايفين. كل بلف له جلده، وهنا كمان في جلدتين للبلوف، ادي جلده وادي الجلده الثانيه. جلده البلف بتبقى بالشكل ده، لما نخرجها من مكانها بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا بتبقى عباره عن رابر. لو جبنا جلدتين جداد هنلاقيهم بالشكل ده كده. مع الحرارة بتبدأ جلد البلوف تتآكل، يعمل مشكلة كبيرة جدا الرابر بعد ما يتآكل، يخرج لي في محركات الديزل يخرج لي دخان أبيض عشان الضغط بيحصل فيه خلل لما يبقى جلد البلوف فيها مشكلة، ويحصل دخان أزرق لخمسة أو 10 ثواني في محركات البنزين. هنبدأ نفك البلوف مع بعض ونشوف المشكلة التانية الخطيرة اللي بتؤثر في تسرب الضغط ودخول قطرات الزيت اللي بتبقى متراكمة داخل النظام. هنلاقي هنا المشكلة التانية والكبيرة جدا زائد جلد البلوف، هي تكون الرواسب اللي حضراتكم شايفينها دي. الرواسب دي بتمنع البلف انه يقفل قفل محبك او جيد، فعشان كده البخار اللي موجود في السيستم في محركات البنزين يبدا يتحول الى قطرات لما وقف السياره، وبعد كده يبدا ينزل من خلال البلف، ينزل على البوجيهات
ويعمل لي تأخر في الدوارة وفي نفس الوقت يعمل لي الدخان الأزرق اللي احنا ذكرناه لحضراتكم. هنا البلف الثاني هلاقي نفس الموضوع، ادي الرواسب متراكمة على البلف اهي. الرواسب دي طبعا بتعوق عمل البلف او بتعوق الانغلاق التام او الكامل للبلف. طب نفك البلفين التانيين نشوف شكلهم ايه. هنلاقي ان البلف نظيف نسبيا ومفيش عليه رواسب او تراكمات. هنشوف البلف التاني هنلاقيه برضو نظيف زي ما حضراتكم شايفين. هنركب جلد البلوف هنا بالشكل ده. طبعا هنا السبرينج بتبقى موجودة فوق زي ما شفناها مع حضراتكم، والسبرينج بتمنع جلد البلوف ان هي تطلع للخارج، فبالتالي بيبقى الضغط اللي موجود هنا المفروض ان يطلع على الاكزوست، ولما بتتلف جلدة البلف بيحصل ان جزء من البخار المشبع بالزيت بيبدأ يصل للعادم يروح للاكزوست ويسبب لي مشاكل. هنيجي لنقطة مهمة جدا، ازاي اعرف ان جلد البلوف فيها مشكلة في المحرك بتاعي والعلامات اللي بتظهر مع حدوث خلل او تلف في جلد البلوف. العلامات اللي بتظهر بيخرج في بداية التشغيل دخان ازرق لمدة 10 أو 5 ثواني وبعد كده يختفي. ايه اللي بيحصل او اكتشف المشكلة دي ازاي؟ ممكن بعد ما اوقف السيارة لمدة ساعتين واجي ادورها حد يشوف الدخان الخارج من الشكمان او من العادم بتاع السياره مباشره وانا بشغل، هلاقي جزء من الدخان الازرق بيخرج مع العادم. الجزء ده نزل ازاي؟ نتيجه البخار اللي بيمر داخل المحرك، جزء من البخار ده لما بوقف السياره بيتراكم على البلوف وبيبدا البخار الزيت ده يبقى قطرات فينزل جوه غرف الاحتراق وعلى البوجيهات فيسبب تاخير في الدواره احيانا ويسبب دخان ازرق في 10 أو 5 ثواني البدايه من تشغيل المحرك. عشان كده لازم وانا بدور السياره حد يكون موجود جنب الشكمان عشان يشوف الدخان الازرق. لو ظهر معايا الدخان الازرق ده في بدايه التشغيل معناه ان جلد البلوف فيها مشكله، والافضل ان انا اغير جلد البلوف لان المعالجه الكيميائيه بتنفع احيانا واحيانا بتؤدي الى خلل كامل في البلوف ويحصل فقد كبير في زيت المحرك وتحصل مشاكل كبيره جدا احنا في غنى عنها. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.